السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يا زوف الاصدقاء ديالي، العشاق ديالي، المتتبعين ديالي، لو في هذا الساعه الكره ما كيما العاده الاخوان، يوميا كنطحنوا ام دي جي اس وما كاينش شي نهار كنزقلوا بها الاخوان. اليوم فقط بمبلغ 200 درهم الاخوان، بغي القالوله ديالنا كما كتشوفوا، لعبنا لاس اكس فيها 15 في الكوتي مع صربيا مع بلغاريا، يعني تربح صربيا في الشوط الاول يتعادلوا في 90 دقيقه ان شاء الله. 200 درهم فيها 3000 درهم الاخوان ديالي، كما كتشوفوا لاس اكس وما ادراك ما لاس اكس، رابحه صربيا بواحد الزيرو في الشوط الاول. دابا الشوط الثاني جوج لجوج، ما بقى والو الاخوان ديالي باش تسالي المقابله ان شاء الله الاخوان، وندخلوا 3000 درهم ديالنا ونفرحوا الاخوان المشتركين ديالنا في الجروب في اي بي ديالنا في الواتساب والتليجرام كما العاده. اللي بغى يدخل معنا في الجروب في اي بي الاخوان، حنا ما كنحسدوا حتى شي واحد. ثمن الاشتراك الشهري هو 287 درهم، فيها يوميا 3 ديال الاغنيقات مده شهر. بغيتي تدخل معنا في الجروب مرحبا، ما بغيتيش اول الناس الله يعاونك بدون ازعاج وبدون تبرزيط، والفابور بلا ما تقلب عليه وبلا ما تمحن راسك. صحاب فابور صحاب، عطيني ماتش ولا نجرب ولا انني دخلني الكرون فابور داكشي، المصير ديالك بلوك على طول. كون عرفتي بشحال كنشريو الماتشات زباله ديال الفلوس وما تجيش تقول لنا عطينا شي حاجه فابور. اللي بغى يدخل معنا في الجروب كتخلص واجب الاشتراك الشهري ديالك اللي هو 287 درهم، فيها يوميا 3 ديال الاغنيقات مده شهر. ما بغيتيش اول الناس اللي يعاونك بدون ازعاج وبدون تبرزيط. المهم اخوان، لاس اكس ديالنا غادي مزيان كما كتشوفوا، دقيقه 90 4 ديال الدقائق اللي زاد الحكم جوج لجوج، كانت رابحه صربيا بواحد الزيرو في الشوط الاول. دابا التعادل الاخوان ما بقى والو، دخل 3000 درهم ديالنا ان شاء الله. وديما الاخوان ديالي اللي كيشوفنا اول مره دائما ما تنساش دير ابوني، والى اللقاء في امان الله الاخوان.